المغرب فضية ثمينة وغالية في نهائي 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بالملعب الأولمبي في لندن. وقد حل سفيان البقالي ثانيا محققا توقيت 8:14.49 ليضمن بالتالي صعوده إلى البوديوم التاريخي. وقد شارك سفيان البقالي ونافس بحضور أسماء كبيرة كالبطل الأولمبي كونسيسلوس كيبروتو الفائز بالمرتبة الأولى وذهبية السباق، وهو كذلك حامل ذهبية أولمبياد ريو، والأمريكي إيفان جاكر الذي توج ثالثا، والكيني إزكييل كيومبوي حامل لقب النسخة الأخيرة في بكين.